السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة زوينة ولذيذة جدا جدا بزاف البنات. غادي ندير لكم البنات واحد تيراميسو روفيزيتي. التيراميسو البنات ما غاديش نديروه عادي وبدون البيض البنات، غادي نديروه غير بالكريمة بالماسكربون والكريمة العادية البنات. غادي نحتاجو في المقادير البنات جوج خنيشات ديال السكر فاني ولا شويه ديال الفاني روح الفاني، جوج ماسكربوني البنات، غادي نديرو جوج بحال هادو ديال الكريمه اونتيير 30% دو ماتيير غراس، ها هما جوج هنايا، شويه ديال القهوه على شكل حبيبات بحال هكا، شويه ديال السكر بودر. نحتاجو كذلك البنات نوتيلا، الحليب اللي هو دفيتو، سبيكولوس البنات، هادو جاتو ديال سبيكولوس البنات داير بحال هكا. البنات كاين جوج انواع ديال سبيكولوس، كاين واحد في كيكون طويل شويه وواحد شويه مربع، انا كيعجبني هذاني مربع بالاحسن البنات. كذلك درت هاد البلاطو هاد الينا هادي في الكونجيلاتور تبرد، وهادو كذلك في الكونجيلاتور الا كتشوفوا كونجيلين باش طلعنا الكريمه ديال الماسكربون وديال الكريم شانتيي. البنات غادي نديرو نبداو على بركة الله، غادي نديرو الماسكربون سنيدا غير شويه اللي غادي نديرو في هذا الماسكربون و نبدا نضربوه. كيتباعو هكا البنات باش منخسرهاش، راه ديجا نقيتها ديال الكريمة جاو عليها البنات، دونك باش منخسرهاش البنات غادي نديرو عليها باكي باكي ألومنيوم. هاد الجاتو هذا ندير هادي هاد كيكون البسكوي، هاد الجاتو هذا نحطو على هداك
تنسيش هذا كامل، هذا ماشي مشكل. كتحصلوا على وكنجيو نحطوا البنات الكامل ديالنا اللي قبل البنات غير لو سيرك هي اللي كامل. غادي نحاولوا البنات نديروا في الصندوق ونبداو البنات نغطسو هاد الباتو في الحليب قبل كف البنات. ماشي حليب سخون بزاف على قد فيتو واحد شويه الحليب تقدر تشي هذا الكافي كاين كيدير كافي نوار بيغ. انا كيعجبني سخون علاش كيعجبني ندير الكافي ولي كافي. وغادي نبداو البنات كنهزو نديرو هاد الوجه هادي اللي ملسا لتحت وهاد الوجه اللي نديرو هاد الوجه لي ملسا من التحت وهذا من الفوق. دونك غادي نفزقو هاد البلاصة هادي بحال هاكا البنات كيعجبني هذا يكون كامل البنات باسكو غيكونك راه كنلقى مشكل معاه. ديجا هذا البنات و غادي تشوفو راه ما غاديش يجيني نيشان غير خاصني نقطع منو سورتو مع هاد الكاطو هذا كيجي بنين 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 بزاف. هذا هو البنات حلو حلو بزاف. واخا فيها الثقيبات هادو ماشي مشكل البنات غادي نجيو نديرو الكريمه من الفوق راه يجيو هادو فيهم 60 حبة ما تنساليو هاد اللقطة ديالنا. هما البنات ملي كندخلوهم في الحليب هاكا في الكافي راه كيجيو زعما كيتقدري تقصريهم هادي البنات ممكن يديروها في ليزانيفيرسير ممكن دابا انا دايره غير ديسير ديال الدار. هادي العطلة ديال الدراري البنات نخرجوهم شوية
واحد الخويه هنايا، غادي نديروا ليها نفس الشيء، نقطعوا هذه على جوج وغادي تجي هي هذيك البنات. البنات غادي نحتاجوا جوج حبات ديال هاد السبيكولوس اللي غادي نقطعوا على جوج، وغادي نديروا صايبات الزوينة وحدة لا ماشي مشكل، ها هما الثانية البنات ما عندناش مشكل، ما واخا ما نديروش هذه في الجنب هكا، غادي عرفتي شنو نديرو لها البنات، غادي نكحزو هادو ونديرو ما بين وما بين هنا في الوسط، نخليو اسباس ماشي مشكل، ولكن في الجناب يكونوا عامرين البنات، ضروري الجناب عامرين ضروري. هي الطبقة الاولى البنات سنيناها، غادي نتسناو الكريمة ديالنا وانا معكم البنات. ها حنا رجعنا بدلت لينا هي الكريمة ديالنا، درت لها الشوكولا ما شجعتش البنات حقاش، ما كفانيش الوقت. من بعد البنات غادي نعاودو طبق، غادي نعاودو البنات نخليو هاد
نحدو البنات الكريمة. البنات استقبلنا على هذيك المرحله فسالينا الكاطو ديالنا ما نجيبش على هذه البلاصه هذه اللي كانت الكريمه سالينا درنا تبقى على تبقى تبقى على تبقى. دابا غادي ناخذ جوج يا 150 غرام ديال الشوكولا الاسود غادي نديرو واحد لاكاناش ندخلو هاديك الكاطو ديالنا سخنا هادي الكريمة ديال الكافي اللي في لي بسكوي. دونك البنات دابا غادي نديرو هاد الكاطو هادي تجمد شويه على ما تشد راسها مزيان من الفوق وغادي نجيو نديرو هاد لاكاناش من الفوق. البنات الا درناها دابا غايدو هاد الكريم هادي كلشي. دونك غادي نوريكم لكم الشكل ديال لاكاناش ممكن البنات ديروها هكا وتديروها مرتي ما كتجي بزاف البنات ممتازه هكا
كل بنات ها حنا رجعنا. درت واحد شويه هاد الكاطو هادي في كونجيلاتور بيت هذاك الناش ما بردتش بزاف البنات. كنت لها واحد شويه ديال الكافي البنات نتوما كتشوفوا شدة راسها مزيان. غادي نخلو هاد الكناش الشوكولا الشوكولا يكفي عندو الفوق البنات. حاولوا البنات ما نزلوش بزاف الدهس باش ما نكسروش لا الفم لا العين لا الفوق. لافونتاج ديال هاد السيركل البنات اللي ما عندوش جواد اللي ما عندوش تحت الجنب سي كو في الديمولاج كيجي اسهل اسهل حاجه اللي تقدروا ديروا. كنديروا الاول في الجناب اما بالشاليمو اما بسكين فوالا البنات. ودابا ما غاديش نرجع البنات في الكونجيلاتور. غادي نديرها البنات في الثلاجه عاديه هذا غدا ان شاء الله. البنات هاد الكاطويا كيديروها نهار قبل دونك هانتوما كتشوفوا البنات هانتوما كتشوفوا كتجي زوينه ولذيذه ان شاء الله. هادي باش غطيتها وباش نديرها في الفريغو. دابا البنات غادي نخليوها تبات ليله كامله واللي بغاها في نهارها يديرها في الصباح بكري في الصباح وتنكال في العشيه ان شاء الله. انا بغيتها للغدا ان شاء الله دونك غادي تجي زعما عاقده وشاده راسها مزيان 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 والخليط يكون هو هذاك. البنات كوكو البنات احنا رجعنا مع هذاك الوصفه ديال اليوم لو غاتو شكل تيراميسو وكافي وشوكولا وجا زوين 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 رائع بزاف البنات صدقوني جا زوين يعجب لا كبار لا صغار. سهل وبسيط بسيط بزاف البنات. كنتمنى اعجابكم ولا عجبتكم هذه الوصفه ديال اليوم البنات شاركوا معايا في القناه نور خديجه شانيل البنات بالفرحه بيا. وكذلك ديروا الجيم وبارطاجيو الفيديو البنات الى جات على خاطركم. شكرا البنات.